بالنسبه لزياش القرار ديالو قرار حكيم، لان المنتخب كضيع في حال المواهب هادو، وسمعنا شحال هادي بان كان مشاكل بين زياش ومصراوي مع حجي، لهذا كان قرار قرار حكيم، وكنتفضل ما يرجعش باش يخليو المكان ديالو كبير ان شاء الله. من الاحسن ما يرجعوا شي، فهمتي، باش يجيو شباب اخرين يقدموا مستوى افضل. وهي الصراحه بدايه بعد النواف في الاول ملي ما عيط لهم شي كان واحد يشحف حقهم بعدا، لان المنتخب ماشي ديال المدرب ولا شي حد، المنتخب ديالنا كاملين. وفي نفس الوقت عاود دابا الرفض ديالو معاود ما خصهمش يرفضوا. انا الراي ديالي بان صافي وما عايزو كيلعبوا على بنديره ماشي على المدرب ولا على شي حد. كنفضل يجيو، كنفضل خصوصا مثلا زياش ملاعبي عنده ما يقول، وحنا محتاجينه خصوصا دابا مع بارديدو اللي ماجي، محتاجينه بزاف. الله يسخر المغاربه، كلشي كيبغي باغي انه يرجع، كلشي كيتمنى زعما زياش يرجع للمنتخب. والصراحه كيفرجنا كيمتعنا وكنعولوا عليه. واش غنقول لك الخاو ديالي، من حقهم ما يجيوش في الاول حقرو، وملاعبي مشى تيح براسو ما عايب في الوكا، خصو يجي يلعب مع الدري ديالو ومسانس لك يلعب معاهم. الله اكبر الله الحق، اللي مسانس كيلعب معاهم خصو يجي يلعب معاهم، وقال له انا خصني نجي في الاول حقرو، واحسن لاعب اللي عنده تما هو جيش، ومغربي حكيم جيش هو اللي كاين. انا خاو ديالي كنقول مزراوي خصو يجي هو وحكيم زياش وهذا المدرب، ما مدرب ما والو، عملوا الوايدة ادوس اميغوس وشوفوا اللعب اللعبيه ديالنا بلاد 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 المغربي، وما لا يلعبوا ماشي واحد ماشي فرنسا يجي يشبر فلوس ديالو، خاص فلوس دي الشهريه يبقى موكي جالس يشوف. او لا هذا ما نقول الخاو في الاول حقرهم مره الخاو، مدرب والو سمي يجرب عليه ويجيبوا ملاعبيه ديك حكيم حكيم زياش وهذا. يعني بالنسبه للمنتخب يعني بحاجه لهاد اللاعبين، يعني بحكم اللعب ديالهم في اوروبا، يعني حنا كنفتخروا بهاد الملاعبيه اللي كيهزوا في الترابو وكذا. يعني بالنسبه لينا خصنا هاد المشكله هذا يتحل في اقرب وقت، يعني باش المنتخب يقدم واحد صوره رائعه في المونديال ان شاء الله، يتاهلوا وبالتوفيق ان شاء الله. يسالي كانوا الجانق جا يعني يحاول ما امكن يلملم هاد المشكله هذا. بالنسبه للرساله اللي كانوا تجي اللاعبه هما يهزوا الترابو ويحاولوا ما امكن يحيدوا من ديك النقاش، يعني ديك الصراعات الثنائيه، ويطيحوا الراس شي حاجه. والله يوفق الجميع اخي. حنا بصراحه زياش كنحبوه وملاعبي مزيان، والقرار ديالي تنقول انا زياش يرجع للمنتخب وصافي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.